مرة أخرى يا مرحبا بكم في برنامجكم المميز المجلة السعودية، معكم الدكتور خالد الشمري. أنا متأكد أن الله يتصل بينا، يتواصل معنا من خلال طرق عديدة ومنافذ متنوعة. أفكر في الكتاب المقدس كيف أنه يشكل سجلا للعديد من الاختبارات الروحية، وكيف أن الله يدخل تاريخ البشر بقوة علشان يوقف الناس ويهرج معهم. كمان أنا مؤمن بأن ربنا موجود ويبغى يتكلم معك ومعي بالضبط مثل ما حب أن يتكلم مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإشعياء وأرمياء. الله تكلم مع الكثيرين قبلنا، وإيحاءاته أثمرت في العديد من الناس حياة جميلة وزينة وأعمال رائعة وعظيمة. فالله هو الذي وقف هذا الشخص اليهودي المتعصب اللي كان اسمه شاول، وفي طريقه إلى دمشق كان يبغى يضطهد المسيحيين أتباع المسيح، والذي كان معروف بكراهيته الشديدة للمسيحيين واضطهاده لهم. شاول كان يسوي هذا علشان يحسب نفسه أنه يعلي اسم الله وينصر دينه ويحارب أعداء الدين وأعداء الله. نعم، كان يؤمن أنه بأفعاله هذه الشينة يخدم ربنا ويرضيه ويتقرب إليه، لكن الله أوقفه وتكلم معه وقال له ليش تضطهدني؟ بالتأكيد بالبداية ما فهم شاول قصد الله من تلك الكلمات، بالعكس هو يضطهد المسيحيين عشان يحسب نفسه يرضي ربنا. عزيزي المشاهد، المسيح يقلب الموازين، يعلمنا مبادئ جديدة، مبادئ الملكوت والحياة الجديدة. يقول لشاول أن الاضطهاد والقتل من المستحيل أن تكون طريق مرضاة الله. هذه الوقفة وهذا الحديث غير حياة شاول وتغير موقفه من العالم ومن الناس، وحتى اسمه تغير وصار بولس الذي راح ويبشر بالمسيح حتى استشهد لأجل اسم المسيح. أعزائي المشاهدين، الله عندما يتحدث إلى الإنسان تتغير حياته، وهو اللي أوحى للشخص يدعى أغسطينوس ليدع السيف جانبا ويتحول إلى مؤمن مناضل في سبيل ملكوت الله بكل حب وتواضع. بالتأكيد أن الله هو الذي صنع جميع تلك الآيات في حياة هدول الناس الرائعين. كنت دائما أسأل نفسي هل حيجي الله ويتكلم معي؟ وكان من الصعب علي أن ألاقي جواب، حتى توقفت عن طرح السؤال الخطأ. كنت أسأل مين أنا يا رب حتى تتكلم معي؟ كل محبة وعطف، إيش أقدر أسوي حتى تكون مبسوط مني؟ لكن بدأت أطرح السؤال بشكل صحيح، وهو من أنت يا إلهي؟ سبحانك تأتي وتكلمني وتملأ قلبي وعقلي بأفكارك وتخليني أشوف العالم من خلال عيونك. سبحانك وتملأ ضعف إرادتي بقوتك وتفيض في هذا الإناء الخزفي نعمتك. سبحانك يا ربي تقبلني مثل ما أنا. من أنت يا إلهي؟ وريني وجهك، حياتي كلها بين يدك. أعزائي المشاهدين، لكل منا نظرة إلى الله فريدة ومحدودة، غالبا ما تشوهها خبرتنا الإنسانية. فالبعض يخاف من الله ومن انتقامه وبطشه، وهذا الخوف يعوقنا من قبول الله في حياتنا بشكل صحيح، لأن كل صلة تبنى على الخوف هي علاقة مزيفة سريعة الانهيار. فالخوف لم يشكل أبدا أساسا للعلاقة الإنسان مع الإنسان، ولا حتى لقاء الإنسان مع ربه. وإذا ما صححنا هذه الصورة المشوهة التي بداخلنا عن الله، صورة الإله المخيف المتربص، ما حنقدر من أن نحب الله، لأن مثل ذلك الإله المنتقم مش ممكن أنه ينحب، لا يحب الثقة ولا أمان ولا حتى الارتياح. الإنسان اللي يقوم بأعمال وفروض لأنه يخاف مش لأنه يحب،
هو يتعامل مع الله وفق حسابات واضحة، تجارة رابحة، يخفف من صلاته وعطائه إلى أدنى الحدود المقبولة، وكأنه يشتري مكان في الجنة بأرخص ثمن ممكن، ويحول علاقته بالله من رحلة حب إلى صفقة تجارية رابحة. عزيزي المشاهد، أدعوك اليوم أنك تجي وتطلب معرفة الله الإله الصح، أن يغير الله الصورة المشوهة اللي تكونت بداخلك بسبب التربية والعادات والتقاليد ومعلمين الدين والشيوخ والدعاء وخبراتنا الشخصية في الحياة. الله سبحانه بريء من كل ما ننسبه له. الله ما هو بعيد عنا أو يهملنا أو يتركنا في آلامنا ومحنا. الله يحب يتكلم معنا مثل ما يسوي من زمان ومثل ما يسوي الآن. تعالوا نصلي مع بعض هذه الصلاة. يا إله، يا إله السماء، أنت فعلا يا رب إله السماء، ولكنك بنفس الوقت قريب مننا. كم أنت عظيم يا رب، كم أنت جميل يا سيد العظيم. أرجوك وأرجو وصلي بالنيابة عن كل من يشاهد هذه الحلقة الآن من خلف الشاشات وهو جالس على كرسي أو على الكنبة ويستمتع بهذه الحلقة، يا سيد العظيم أصلي من أجل هذه النفس اللي عم تشاهد الآن أنه تتصلح في هذا الفكر، صورة المزروعة عنك يا رب، وتكون الصورة الحقيقية أنت يا رب إله الحب، إله السلام. أنت ما تخوف يا رب، بل بالعكس أنت كلك حب، كلك مشتهيات، لك كل المجد. فأصلي من كل نفس عم تشاهد هذه الحلقة الآن يا رب ببركات السماء تحل عليهم بالمسيح يسوع، آمين. أهلي وأحبائي، المدينة اللي راح أصلي لها اليوم هي من أغلى وأعز المدن السعودية على قلبي، مدينة التجارة، مدينة الفن، مدينة الذوق، مدينة الموضة، مدينة التعايش. مدينتنا اليوم هي البوابة الغربية للمملكة العربية السعودية، هي جدة عروس البحر الأحمر. تعتبر جدة العاصمة التجارية السياحية والعلمية للمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر ميناء جدة البحري ومطار الملك عبد العزيز الدولي من أكبر موانئ المنطقة حجما ونشاطا. تتميز جدة بطيبة أهلها، جمال بحرها، لطف أجواءها، وعراقة تاريخها. يقدر عدد سكانها ب 3.5 مليون نسمة. تعتبر جدة ثاني أكبر مدينة بالسعودية بعد الرياض. يسكنها البشر منذ حوالي 3000 سنة، وفعلا جدة غير. تعالوا مع بعض نصلي من أجل جدة وأهلها. أشكرك يا رب على جدة منشئي يا رب أيها الإله الواحد، أصلي من أجل جدة، بلد اللي تولدت فيها، وتباركها يا سيد العظيم كما باركتها بالجمال البحر ولطافة ونظافة شوارعها يا سيد العظيم وطيبة أهلها. تستمر في بركاتك على جدة وتعمرها بالأمن والأمان. أحط جدة وأهلها الطيبين أمانة بين يدك يا رب، وتقدسها بقداستك لأنك أنت القدوس الواحد، بالمسيح يسوع، آمين. أعزائي المشاهدين، والآن جاء وقت الترنيمة، خلنا نسمع نشوف إيش الشاعر كتب.
بروح الله. اليوم 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 إن سمعت صوته لا تقسي قلبك، اعرف يحبك ومحبته دوم. اليوم اليوم عباب قلبك واقف، افتح له الباب، وانت ما انت بعارف ولا حاسب حساب، ينجيك من العذاب. اليوم افتح قلبك واسمعه، عيش السعادة معه. اليوم اليوم عبيده وفضل منه، يدعون أولاده، لا لا تنشغل عنه، غيرها هالعادة، يمكن يجي يكون ميعاده. اليوم جهز نفسك وانتظر، وإيمانك ينتج صبر. اليوم اليوم كفاك ذل وهوان بعيد عن ربك، ما تشتاق لخير وحنان يرافقك دربك، ارجع لبر الأمان. اليوم اليوم قبل الفرصة تفوت، ابدأ عيش الملكوت. اليوم 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 اليوم
ذل وهوان بعيد عن ربك، ما تشتاق الخير وحنان في رافقك دربك. كافيك ذل وهوان بعيد عن ربك، ما تشتاق الخير وحنان في رافقك دربك. ارجع لبر الأمان اليوم، وقبل الفرصة تفوت ابدأ عيش الملكوت. وقبل الفرصة تفوت ابدأ عيش الملكوت. اليوم 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 اليوم. إن سمعت صوتك لا تكسي قلبك، ربك يحبك. لا تكسي قلبك، ربك يحبك ومحبتك دوم. اليوم 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 اليوم. أعزائي المشاهدين، وبعد ما سمعنا هذه الترنيمة، ترنيمة اليوم، تعالوا نجتمع ونصلي لإله إله اليوم إله الآن. يا رب شكرا يا رب على أنك أنت عرفتنا على أنك أنت إله اليوم. فعلا يا رب أنت إله حي، ما في شيء اسمه بعد الموت ولا يوم القيامة ولا شيء، لا أنت الآن الآن يا رب. فشكرا يا رب أنه إحنا عرفنا هذا الشيء في المسيح يسوع، من خلاله له كل المجد. فأصلي يا رب من أجل كل نفس تسمع هذه الترنيمة وتسمع تشارك هذه الترنيمة وهذه الحلقة مع إخوانهم ومع أصحابهم ومع ربعهم، عشان اليوم اليوم كل نفس تخلص بالمسيح يسوع. لك كل المجد. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. جاء إلى هذا العالم بمعجزة وخرج منه بمعجزة أكبر، شخصية فريدة من نوعها لم ولن تتكرر في التاريخ البشري، حتى أن العالم قسم التاريخ البشرية إلى قسمين، فأصبح التاريخ يحسب بقبل مجيئه وبعده. لا يوجد من يماثله في المحبة والرحمة والكمال، فريدا في محبته ووداعته، فريدا في حكمته وتواضعه، بل فريدا في قداسته وغفرانه. أتى ورحل من دون خطيئة واحدة، تعاليمه أنقى وأفضل ما نطقت به شفاه إنسان، وكان يجول يصنع خيرا وما زال. ولكن من هو هذا الشخص ومن يكون؟ العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقامون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر فيه. إنه النور والحق والحياة، من آمن به وإن مات فسيحيا. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. إنه النور الآتي إلى العالم، لا ليدينه بل ليخلصه. هو ابن الله الحبيب، وحمله الذي سترفع به خطايا العالم. إنه الرب يسوع، جاء إلى هذا العالم من أجلي ومن أجلك. عاش ولم يملك درهما ولا دينارا، للثعالب أو جرا، ولطيور السماء أوكارا،
أما هو فلم يكن له أين يسند رأسه. إن ولادة المسيح بدون أب أكبر من كونها مجرد معجزة خارقة للطبيعة البشرية. إنها معنى ومنطق إلهي وعمق روحي ودليل إثبات بأن هذا المولود لم يأتي من البشر بل جاء من الله للبشر يحمل صفات وخصائص إلهية. ليس لها أن يكون لها أب، لذلك لم يعرفها في حينها إلا القليل. وإن تشبيه معجزة ولادته بخلق آدم لتصغيرها تشبيها غير دقيق، فآدم خلق من أديم الأرض لذلك سمي آدم. أما المسيح فولد بطريقة إعجازية فريدة لم يولد بها أحدا قبله ولا بعده. ثم إن آدم كان ينبغي له أن يولد من دون أب، فهو أب البشرية. إنما عند ولادة السيد المسيح كانت الأرض قد عمرت من الآباء والأولاد. لم يكن المسيح يستشفي المرضى بل كان هو يشفيهم، ولم يكن يستغفر للمذنبين بل كان هو يغفر لهم، ولم يكن يستعطي للمحتاجين بل كان هو من يعطيهم. إنه الآتي من الله، كان يأمر الموتى فيقومون، يمسح البرصة فيطهرون، ويزجر في الريح والبحر والطبيعة فيهدؤون. لم يعاقب ولم يبطش ولم يقتل بل أحب إلى المنتهى. لقد كان هدفه موت الخطيئة لا موت الإنسان. لم يهتم لتنفيذ العقوبة بل لتحرير الإنسان من ذنوبه. فلم يكن المهم أن ينفذ حد الرجم في الزانية، بل الأهم هو إنقاذها من خطيئتها. إن الهدف لا موت الإنسان بل موت الخطيئة، لينجو هو ويربح الحياة الأبدية. إنه هو المنادي: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هو الموصي بأن أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل مسيئين لكم. إنه الإله المخلص الفادي القائل: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. إنه الرب الذي يقبلني بعيوبي فأتوب في أحضانه، والقائل: سلام أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. آمين. أعزائي المشاهدين، والآن وقت الاختبارات. اليوم وصلنا هذه الرسالة، اختبار واحد سعودي يقول: أنا سعودي وصدقني إذا كان هذا البرنامج يحكي اختبارات ناس من منطقة الخليج كلهم وبالذات من دول الخليج راح يكون أنجح وأنجح. أمين. أهلي هالحين هم يعرفون أني متابع للقناة، وأغلب الوقت في البيت ما أشوف إلا قناة الحياة. لما أكون بالغرفة حاولوا يمنعوني بس ما قدروا، وصار الموضوع عادي، لكن هم ما يعرفون أني أخذت قراري من زمان، لأن أنا عارف خطورة الموضوع وراح تصير مشكلة كبيرة. وسألوني عدة مرات: أنت مسيحي؟ لكن أنا ما أرد عليهم، أتهرب منه لأني ما أبي أقول إي أو لا. برافو عليك. علاقتهم معي جدا زينة وطيبة، أما الكنائس الأجنبية موجودة وأنا ما تعمدت للحين، أنتظر لما الرب يرتب الموضوع وأنا مو متسرع، لأن المعمودية هي مو إيمان بس هي الإعلان بعد الإيمان. ودائما أتذكر اللص اللي على اليمين على ما أذكر لما آمن وهو مصلوب،
وما جاته الفرصة أن يتعمد. مظبوط. والمسيح قال اليوم بتكون معايا في الفردوس، وأنا تعلمت كثير وما زلت أتعلم لأني أقرأ الكتاب وتفسير المسيحية. آمين آمين. الرب يباركك يا أخويا العابر، وإحنا دائما نصلي لك وتكون أنت بركة وبركة لأهلك اللي هم قابلينك وبرغم أنه حاسين. فأنا أصلي لك وأصلي لأهلك بعد باسم يسوع المسيح. الرب يبارككم جميعا. آمين. أعزائي المشاهدين، من الواضح جدا أنكم استفدتم واستمتعتم من هذه الحلقة المباركة من برنامجكم المحبوب المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية، وهذا واضح بدليل جلوسكم أمام الشاشة إلى الآن. إيش اللي ممكن يحصل لو دعيت أصحابك وأصدقائك لمشاهدة الحلقة الجديدة والقديمة لهذا البرنامج المبارك، علشان تعرف مدى البركات اللي الرب يسوع مخزنها لك الآن؟ كل ما عليك فعله هو أن تشارك هذا البرنامج مع أصدقائك لك تكتشف بنفسك مدى حب الرب يسوع المسيح لك. معكم مضيفكم الدكتور خالد الشمري.